يا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من The Love and Show. معي أنا فهد الحماد، تابعونا. تحدي كبير وابتكار متميز، السعودية الأولى في العالم تحول مكان نفطي لمكان ترفيهي. مشروع ذا رق راح يستمتعون فيه المواطنين والسياح بشكل استثنائي، وتضمن أنشطة بحرية وترفيهية وعدة فنادق. أتعبتوا من بعدكم. وفي لفتة لطيفة، شباب قاموا بتهدئة الطفل صدم بسيارة والده. طبعا الولد ما كان خايف من الحادث كثر ما هو خايف من ابوه. يا سلام على حنية الشباب السعودي. ومع برامج رمضان تميز الفنان السعودي حبيب الحبيب بالتقليد كعادته في مسلسل استوديو 22، وهالمرة تقليده كان غير وعلى الهادي. وهذه كانت أخبارنا هذا الأسبوع من The Love and Show. لا تنسون تشتركون بحساباتنا عشان يوصلكم كل جديد، ونشوفكم على خير وفي أمان الله.